السيد الاستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعه تنسيق الاتيك، داعم الشباب قرائي الانشطه الطلابيه في الجامعه، السيد الاستاذ الدكتور صاحب الدكتور النائب الاكاديمي للشؤون التعليميه في جامعه تنسيق الاتيك، الصديقه المقربه لجميع الطلاب والام الحنونه، السيدات والساده الحضور الكرام، الساده منسقين البرامج والساده اعضاء هيئه التدريس وزملاء الطلاب، ارحب بكم جميعا في رحاب جامعه بني سويف الاهليه. اسمحوا لي ان اقدم لكم هذه الكلمه نيابه عن جميع طلاب جامعه بني سويف الاهليه بكافه برامجها الدراسيه، متحدثا باسم اتحاد الطلاب، اود ان ارحب بكم جميعا في فعاليات المنطقه الاول لجيل مستقبل جامعه بني سويف الاهليه. أملاً أن نتمكن جميعاً من هذه الوسائل الجديدة للمجتمع، وأتمنى هذا أفضل وأكثر ترابطاً، وأن نقدم لأفراد مجتمعنا كل ما يمكن أن يحملوا المستقبل لهم من آمال وطموحات. أخيراً وليس آخراً، حابب أشكر السادة المنسقين البرامج الدراسية على ما قدموه من جهد ودعم ووقت وخروج هذا المؤتمر على الوجه الأمثل الذي يليق بجماعة بني سويف الأهلية تحت قيادة رئيسها السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن والسيدة الأستاذ الدكتور سهر طابوت النائب الأكاديمي للشؤون التعليمية. السيدة الأستاذ الدكتور إيناس يحيى مناصر كلية الطب البشري الإنسانة التي أعتبرها على المستوى الشخصي الأم والداعمة لجميع طلاب كلية الطب البشري. السيدة الدكتور أسماء سر مناصر كلية الطب أسنان. السيدة الدكتور السيد سالم مناصر كلية التمريض. السيدة الدكتور حمدي عبد السميع مناصر كلية الحاسبات والمعلومات. السيد الدكتور نبيل حسون مناصر كلية العلوم. السيد الدكتور نسمة أحمد علي مناصر كلية العلاج الطبيعي. السيد الدكتور علي أبو مطر المشرف على برنامج التمويل الدولي والمحاسبة بكلية التجارة. السيد الدكتور رشا عادل مناصر كلية الإعلام. السيد الدكتور علاء الدين عمر مناصر كلية الهندسة. وختامه باسم مع السيد الدكتور شريف ممدوح مناصر كلية الإعلام ومناصر الأنشطة الطلابية والداعم لمجلس اتحاد الطلاب الوالد والصديق والأخ الأكبر لجميع طلاب جامعة مسؤولية الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.